أحييكم مشاهدينا من جديد. في تحرك لحظر قادة المنظمات الإرهابية والدول الراعية للإرهاب من استخدام منصات مواقع التواصل، اقترح عدد من النواب الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يوسع قانون العقوبات الأمريكي ليشمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومنعها من السماح للأفراد أو الكيانات الأجنبية الخاضعة لعقوبات بسبب الإرهاب من استخدام برامجها. ومن شأن هذا التشريع الجديد منح الرئيس سلطة معاقبة مقدمي الخدمات مثل تويتر، فيسبوك، إنستغرام ويوتيوب، كما ينص على أن العقوبات الاقتصادية التي تحظر تقديم الخدمات للأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات بسبب الإرهاب يجب أن تنطبق على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. قبل نحو أسبوعين نشب خلاف بين أستراليا وفيسبوك، والسبب كان مشروع قانون يهدف إلى إرغام شركات التكنولوجيا العملاقة على دفع أموال للوسائل الإعلامية مقابل مضامينها، في حين عارض فيسبوك هذا الأمر بشدة، وردا على ذلك قام بحظر مضامين إخبارية كثيرة ليتوقف العمل على صفحات رسمية عدة عبر فيسبوك في أستراليا، بينها تلك التابعة لهيئات الطوارئ، ما أثار موجة تنديد. وبعد أيام من الخلافات تراجعت شركة فيسبوك عن موقفها وأعلنت عزمها استعادة صفحات الأخبار الأسترالية، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة لتعديل قانون كان سيجبر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي على الدفع لشركات الإعلام مقابل المحتوى الإخباري. نفهم ما يحدث ونناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا من باريس مجيد بودن، محامي ومتخصص في القانون الدولي، من واشنطن الباحث السياسي حسين عبد الحسين. أهلا بكم ضيفي الكريمين، واسمح لي أن أبدأ من واشنطن معك أستاذ حسين لفهم هذه الفكرة التي تقدم بها الكونغرس الأمريكي، وإلى أي مدى مشروع القانون هذا قادر أن يطبق أو على الأقل أن يمر ويقبل. الفكرة أساساً هي في تعاطي مؤسسات وسائل التواصل الاجتماعي مع موضوع حساس جداً يتعلق بحرية التعبير عن الرأي. طبعاً نحن نعرف أن حرية التعبير عن الرأي بشكل مطلق مكفولة في الولايات المتحدة بموجب التعديل الأول من الدستور، ولكن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي صارت هي التي تقرر من الذي تسمح له بالتعبير عن رأيه ومن الذي تمنعه عن ذلك، كما رأينا مع قيامها بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب حتى عندما كان ما يزال رئيسا قامت بمنعه. إذن هي تمنع رئيس البلاد عن التعبير عن رأيه بتهم التحريض، ولكن في نفس الوقت لا تحظر خامنئي مرشد الثورة الإيرانية الذي يقوم بالتحريض بشكل متواصل ضد الولايات المتحدة، أو لا تحظر مجموعات إرهابية كذلك. يعني يمكن لأي ناشط انتقاد مثلا حسن نصر الله ويتم حذف الحساب التابع له، ولكن يمكنك انتقاد أي مسؤول في الولايات المتحدة أو أوروبا من دون أن يتم ذلك. إذن هذا التباين هو الذي دفع هؤلاء المشرعين إلى تقديم مشروع قانون على أمل أن يتحول إلى قانون ويتبناه الحزب الديمقراطي والرئيس. نفهم أكثر قانونية ما قدم معك أستاذ مجيد، يعني اليوم ما هو الإطار القانوني؟ هل هو فقط إطار قانوني أو يجب أن يكون هناك إطار جغرافي كذلك ليتحرك الكونغرس على هكذا سياق أو يقدم مشروع قانون كهذا؟ اليوم فيسبوك، تويتر، يعني هناك جغرافية متنوعة لكل وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المؤسسات المؤثرة على الإنترنت، وبالتالي القانون الدولي كيف يعرف ويحصر الإطار الذي تتحرك من خلاله الحكومات؟ هناك نوعان من الإطار. هناك الإطار الأمريكي لأن هذه الشركات هي يعني شركات أمريكية بالتحديد،
وهي تخضع مباشرة إلى القانون الأمريكي، ولكن هي كذلك شركات تشتغل عبر العالم بأسره، ويجب أن تخضع إلى قضاء الدول التي تشتغل فيها. ونرى أن الاتحاد الأوروبي مثلا أخضع هذه الشركات برغم من قوتها المالية، أخضعها إلى قوانين يعني لحماية المعطيات الشخصية، وهذه القوانين لا توجد بنفس الدرجة من يعني بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا توجد تماما ببلدان أخرى مثل إفريقيا ومثل صحيح، الخصوصية الشرق الأوسط تختلف من بلد والصين إلى وغير آخر. ذلك. أيوة، وبالتالي فهناك يجب أن تكون، وهناك القانون الدولي بدأ يأخذ محله، لأن هناك تضارب بين القانون الأمريكي والقانون الأوروبي وقوانين أخرى. ولكن العملية أوسع من ذلك، هناك موضوع حماية حرية التعبير وهو شيء مقدس في الدول الديمقراطية، وكذلك هناك يعني عدة أشياء أخرى، منها تأثير يعني مسائل التواصل الاجتماعي حتى على التفكير، حتى على تكوين البشر، حتى على طريقة تفاعلهم على الأحداث. لأن إذا دخلت في حساب من الحسابات وشفت برنامج، فإن ذلك يعني يمكن أن يعطيك أولا الاسم أو الحساب سيعطى إلى وسائل الإعلانات، نعم، ثم كذلك سيعطيك نفس البرامج التي وقعت مشاهدة. ولذا هناك تكوين للرأي العام، وهذا خطر إذا لم يقع تقنينه. وبالتالي الآن هناك مساعي لأن يقوم إطار، لأن يقوم إثبات إطار جديد يحمي ذلك، ومن يحمي المواطنين بشكل عام ويحمي الناس. مع حماية التعبير يجب أن يحمي أعراض الناس. وندخل في نقطة أخرى، والتي هي من ناحية النظام العام، ما هو دور هذه الوسائل، وسائل هو التواصل حتى الاجتماعي قبل الحديث أمام على ما الوباء هو الأكبر؟ دور هذه الوسائل، واعذرني على المقاطعة، قبل الحديث عن دور هذه الوسائل تحدثت عن يعني شيئين يكثر الحديث حولهما، وهو كيف نحافظ على حرية التعبير وفي نفس الوقت نحافظ على ونحمي الأفراد. أستاذ مجيد، حول هذه النقطة بالتحديد، يعني فرق شاسع بين الاتحاد الأوروبي الذي ألزم مواقع التواصل الاجتماعي بحماية خصوصية الأفراد، وبين الوصول إلى التأثير على الرأي، على الأشخاص، على الحضور، على من يكون متواجد ومن يحضر، وبالتالي حرية التعبير في هذا الإطار مع تقديم الكونغرس لمشروع القرار هذا، كيف تقرأ في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني في الولايات المتحدة الأمريكية يريدون اعذرني يعني التكوين أستاذ مجيد، سأعود لك واعذرني على المقاطعة، السؤال كان للأستاذ حسين. تفضلي. نعم، أنت تتحدثين عن القانون والخصوصية. طبعا التعديل الأول من الدستور يكفل الحرية المطلقة للرأي، ولكن هناك استثناء حددته المحكمة العليا، تقول أنه لا يمكن أن يدخل شخص إلى مسرح يعج بالناس ويصرخ أن هناك حريق، لأنه هذا سيؤدي يعني إلى كارثة، إلى خروج فوضوي، وإلى ربما إلى قتلى وجرحى. فالاستثناء الوحيد للتعديل الأول للدستور الأمريكي هو التحريض على العنف أو الإدلاء بتصريحات يمكن أن تؤدي إلى مقتل ناس أمريكيين أو غير أمريكيين. هذا هو الاستثناء الذي استندت إليه شركة تويتر وفيسبوك في منع الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم التحريض على اجتياح مبنى الكونغرس وما إلى هنالك. وهذا هو الاستثناء نفسه الذي يرتكز إليه المشرعون الجمهوريون اليوم لدعوة هذه الشركات إلى حظر باقي الحسابات التي تحرض على العنف، خصوصا التابعة لمؤسسات أو لتنظيمات تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية على أنها إرهابية.
نعم سيد بودن، حتى في القانون لما نتحدث عن مصطلح التحريض على العنف هناك تأويلات يتحملها القانون نفسه، هناك جوريسبرودانس يعني هي التي تحدد كيف سيتعامل القاضي ويحكم على الشيء ويؤول هذا المصطلح أو هذا الخطاب، وبالتالي نبقى هنا في إطار غير مفهوم، من سيحكم من؟ وسائل التواصل أو الحكومات؟ من سيفرض سيطرتها على من؟ صحيح، هذه مسألة مهمة جدا، وهنا تحركات، لأن لا يمكن أن نترك هذا المجال ومجال يعني التحكيم في ما هي مدى الحرية وما هي مدى حماية الناس من أخطار التواصل الاجتماعي، لأن هناك أخطار، وهذه أخطار مثلا هذه أخطار على حياة الناس، ولكن هناك أخطار على كذلك على سمعة الناس، لأن يعني كم مرة تحكم المحاكم عن أشياء تمت عن طريق التواصل الاجتماعي وأضرت بالسمعة التجارية أو بالسمعة الشخصية لأفراد أو لشركات، ويقع الحكم بمبالغ كبيرة للتعويضات، وبالتالي هذه الشركات لا يمكن أن تكون بنفسها هي الطرف وحكم. ولكن إذا أحلنا هذا الموضوع إلى الحكومات، يجب أن تحال ليست إلى الحكومة كجهاز تنفيذي ولكن إلى القضاء. وإذا أحن الموضوع إلى القضاء، يمكن أن يكون في درجة أولى على القضاء المحلي، ولكن يجب أن تكون هناك هيئة عليا دولية لتحكم إذا كان هناك نزاع بين قضاء دولة ثم قضاء أخرى، ونرى ذلك بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وهذا الموضوع هو الآن محل تفاوض بين الطرفين، وبقية دول العالم ستدخل في ذلك لإنشاء آليات دولية تتحكم في هذا الموضوع. نعم. لأن المسألة لا تخص بلدا واحد، لأن العمل تخص هو تخص كل العالم وتتعدى موضوع التحريض على العنف إلى حتى التحكم في الانتخابات والتحكم في مجرى آراء أو مستقبل الشعوب. على كل موضوع كبير جدا، سأعود لكم ضيفي الكريمين، لكن مشاهدين هذه المواجهة بين أصحاب السلطة ومواقع التواصل برزت بشكل كبير بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وموقع تويتر، حيث فتح ترامب باب الانتقادات بوجه مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر، بعدما وضع الأخير تغريدات ترامب في خانة الأخبار المضللة ليوقع ترامب أمرا تنفيذيا حول منصات التواصل الاجتماعي، متهما المنصات بممارسة ما يرقى للاحتكار، مضيفا أنها تمارس نشاطا سياسيا. وبعد أحداث اقتحام الكابيتول بواشنطن، أعلن تويتر تعليق حساب ترامب بشكل دائم خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف كما قال. وكذلك فيسبوك أعلن حينها إيقاف حساب ترامب إلى أجل غير مسمى، كما أوقف تويتر أكثر من 70,000 حساب كانت كلها مكرسة لمشاركة محتوى حركة كيوانون اليمينية الداعمة لترامب. وفي تايلاندا، قال رئيس الوزراء أنه كلف الجيش الملكي التايلاندي بالتحقيق بعد أن حذف موقع فيسبوك 135 حسابا ومجموعة يزعم أنها شاركت في عملية يديرها الجيش للتأثير على المعلومات في تايلاندا. جاء ذلك بعد إعلان فيسبوك قبل يوم عن حذف 77 حسابا و72 صفحة و18 مجموعة و18 حسابا على إنستغرام لانتهاك سياسة الموقع ضد التدخل الحكومي، والذي يتم تعريفه بأنه سلوك منسق غير أصيل نيابة عن كيان حكومي. وأوضح فيسبوك أن شبكة الحسابات نشأت في تايلاندا واستهدفت الجماهير المحلية في مقاطعات البلاد الجنوبية، حيث يواجه الجيش حركة تمرد منذ زمن. وأضاف أن الأشخاص الذين يقفون وراء الشبكة استخدموا حسابات حقيقية وأخرى مزيفة، ونشروا محتواهم على صفحات متعددة لجعله يبدو أكثر شيوعا مما هو عليه في المواقع. أعود لضيفي وأعود لك أستاذ حسين، كنا نتحدث عن ربما ظواهر اجتماعية، لكن موضوع المواجهة بين السلطة ومواقع التواصل الاجتماعي يتخطى الظواهر الاجتماعية
للنفوذ السياسي، الولايات المتحدة الأمريكية كيف ستقف أمام إمكانية اللعب أو التأثير بأي موقف سياسي من خلال مشروع قرار كهذا الذي تقدم به الكونغرس؟ طبعا المواجهة هي مندلعة منذ فترة، وهناك محاولات مؤجلة من الحزبين لتشريع كل من فيسبوك وتويتر. المشكلة اليوم صارت أنه لدى كل من فيسبوك وتويتر يعني ما تسميه community standards أو المعايير المجموعة أو المعايير الاجتماعية، وبموجب هذه المعايير تقوم بحظر صفحات وحسابات وتسمح بصفحات وحسابات أخرى. لا يمكن لهذه المعايير أن تكون بديل عن التشريع وعن القوانين، بما أن هذه كل من هذه الشركتين تحولت إلى مؤسسة عامة يشارك فيها غالبية الشعب الأمريكي، إذن يعني صار هناك اهتمام عام وصار هناك ضرورة لتشريع يحمي العامة أو ينظم عمل العامة وعمل القضاء والتعاطي، بدلا من حاليا يعني كل التعاطي حاليا هو بشكل ارتجالي. لذلك أعتقد أن القانون الذي يقدمه الجمهوريون اليوم قد يتحول في فترة لاحقة، وطبعا الديمقراطيون لا يتأخرون عن الجمهوريين في هذا الموضوع، ولكن أعتقد أنه سيفتح الباب لنقاش واسع ولعملية تشريعية قد تأتي بعد أشهر أو سنوات. نعم أستاذ بودان، في نفس هذا الإطار، الخوف كل الخوف من أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي هذه للعبة في يد السياسيين يقودون بها العالم والشعوب، كيف للقانون الدولي أن يمنع ذلك؟ يعني هي ليست لعبة في يد السياسيين فقط، هي لعبة ستكون في أيدي لوبيات كبيرة، ولكن نرى أن هناك أشياء آنية الآن ثم أشياء على مدى بعيد. الأشياء الآنية هي التأثير في الانتخابات، ثم يعني العمل الإرهابي الذي استعمل وسائل الاجتماع لزعزعة استقرار العالم. لنرى أن تغييرات كبيرة في العالم، يعني منها التغييرات حتى الاقتصادية والمالية، جاءت من وراء الضربات الإرهابية، لأن الإرهاب استعمل وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي هناك مسألة صارت ملحة الآن ومستعجلة بأن يقوم المجتمع الدولي لضبط هذه الأشياء ولإخراج العمل الإرهابي من شبكات التواصل الاجتماعي. لكن كيف يضبطها؟ ما هذا هو السؤال، هذه هي المعادلة الصعبة، كيف يضبطها وفي نفس الوقت لا يكون أداة، لا يسمح لمواقع التواصل الاجتماعي بأن تكون أداة في أيدي الكل، لا تحدث حتى إرهاب، حتى في الانتخابات مثلا. صحيح، يعني لاحظنا أن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية بالرغم من يعني من وجهات النظر المختلفة فيه شيء من الصحة في إلى حد بعيد، ثم التدخل محاولة التدخل في الانتخابات الفرنسية أو في الانتخابات الأوروبية صارت هذه عملية يعني سهلة تقنيا بأن تكون هناك مجموعات تشتغل بإمكانيات تقنية كبيرة لتؤثر في الرأي العام بإعادة رسائل انتخابية وبإعادة يعني حتى هناك تأثير في هناك نعم. صور تبعث بين الصور واضح. ويكون لها تأثير يعني subliminal effect. يعني هذه الأشياء كل دولة تتخذ القوانين الرادعة لذلك، ثم أوروبا بدأ يعني اتخذت قوانين كبيرة وبدأت بمتابعة وتقنين كذلك هذا الموضوع. بقى قليل من الوقت، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة انتهى تقريبا وقت بانوراما، أختم معك أستاذ حسين بخصوص دائما مشروع الكونغرس هذا والولايات المتحدة الأمريكية، البعض يقول بأن مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشروع القرار أو القانون هذا قد تفكر في تغيير عنوانها الجغرافي وأن تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تخسر الولايات المتحدة الأمريكية مع قانون مثل هذا، ما رأيك؟ يعني هي إن كانت تعمل على الأراضي الأمريكية سيكون المطلوب منها الالتزام بهذه القوانين. طبعا الموضوع معقد وشائك، ولكن لا أعتقد أنه يمكنها الفرار بشكل كامل
من الحكومة الأمريكية، ونحن نعرف أنه يمكن الحكومة الأمريكية معاقبة شركات حتى إن كانت يعني في طهران أو في غير عواصم في العالم. فلا أعتقد تعاقبها أن كيف سهل. أستاذ حسين؟ يعني قد تحجبها مثلا، وهذا غير وارد يقول البعض في الداخل الأمريكي. لا أعتقد أنه يمكن أن تحجبها، ولكن هناك يعني كمية كبيرة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة. الحكومة تقوم بحماية هذه الشركات من القرصنة، تقوم بتقديم تحفيزات تسهيلات ضرائبية. أموال هؤلاء المالكين من يملكون هذه الشركات معظمها في سوق الأموال يعني في نيويورك. نعم. فالترابط أكبر بكثير من أنه أن نحمل يعني الكمبيوتر ونهرب به إلى عاصمة أخرى وبذلك نهرب من التشريع الأمريكي. لا نهرب بكمبيوتر، لكن نغير عنوان المؤسسة ونتبع بلدا آخر ربما. لا يمكن لهذه الشركات، لا يمكن باختصار شديد هذه في كلمة، الشركات في حاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واضح. الولايات المتحدة هذه الشركات محتاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها، لكن سيوجد حل وسط يرضي كل الأطراف. على كل إن سنتابع كل هذا. أيوة. أود شكركم جزيل الشكر من باريس مجيد بودان محامي متخصص في القانون الدولي، ومن واشنطن الباحث السياسي حسين عبد الحسين. شكرا جزيلا لكما. السلام عليكم.